السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. راح نشوف اليوم تغطية عن بطولة البطل مازن فندي، بطلنا الصغير الكبير لبطولة الشارقة. الحقيقة كان في إنجازات قوية جدا، وبدأ هاي الإنجازات بالتعادل الكبير مع بطل العرب والجراند ماستر أحمد الخطيب. بعدين تعادل أكثر من مباراة قوية ضد لاعبين 2100، وبعدين ربح ايضا على لاعب قوي 2337، بتوقع هيك تصنيفه. ولفت نظري المباراه القويه مع اي ام، تقييمه تقريبا 2350. هذا الفيديو يعني خلينا نعلق عليه ونشوف الفيديو. طبعا هذا الموقف الان عم نشوفه امامنا ضد لاعب اي ام تقييمه 2348. طبعا خلينا نتابع المباراه. طبعا مثل ما احنا شايفين هون يعني الموقف صعب شوي على اللاعب المدافع، هو اللاعب الأسود، ولكن الموقف نظريا تعادل، ولكن يعني بده اللاعب الأسود يلعب بدقة كبيرة لحتى يستطيع انه يحصل التعادل. فخلينا نتابع المباراة. طبعا كيش المفروض الآن طبعا انه يروح بالملك إجباري على الخانة H2. طبعا هون الفكرة التعادل انه خلص تلعب لعب سلبي وما تسمح لملك اللاعب الابيض انه يقترب ويضغط على بيدقك الوحيد وياخذه. مجرد ما اخذ البيدق يعني غالبا انه راح يكون الوضع ربح للاعب الابيض. فبدك تكون دقيق شوي و يعني ما ترتكب اي اخطاء. فخلينا نتابع الان نشوف شو عم يصير. طبعا اللاعب مازن فندي هون تقييمه 2048، وانا بتوقع يعني التقييم حقيقي وربما اقل من الحقيقي. ليش؟ لانه هي النهايه يعني بدك لاعب قوي يعرفها انه تعادل. ولاحظ من لعب مازن ما عنده اي ارتباك، ما عنده اي خوف، يعني عم يلعب بثقه كبيره لانه عرفان انه النهايه تعادل، وعرفان انه ما في فرص للاعب الابيض للفوز، فعم يلعب مرتاح. رغم انه شوف الوقت على ساعته احيانا بيوصل لدقيقة واحيانا بنزل عن الدقيقة، فهذا الشيء عم دليل على انه يعني مطمن عم يلعب وهو مطمن. لاحظ ما في اثار ضغط او اثار توتر على وجهه، عم يلعب برياحة، ما في توتر انفعالي. فالان عم يلعب بالملك، طبعا القلعة حاطة لمنع الملك الابيض من الاقتراب. طبعا مبادئ هي النهاية انه خلص انت تلعب لعب سلبي فقط، وممنوع الاقتراب وممنوع تكسير القلاع، اهم شيء ممنوع تكسير القلاع. فعم ننتظر نقلة مازن الان، و طبعا ممكن يكون هون فكرة روك على الاف 5، لأما انك تكسر القلعة او انك تاخذ البيدق، فيعني ممكن، ولكن باعتبار اقترب الملك ما عاد تنجح. طبعا الان تكسير قلاع مثل ما قلنا ممنوع، تكسير القلاع راح يؤدي انه الملك الاسود راح يفقد المقابلة وراح يضطر انه يخسر بيدقه، فممنوع تكسير القلاع. طبعا هذا الشيء واضح انه بيعرفه مازن، يعني ما عنده اي مشكلة فيه. طبعا بهي البطولة مازن ارتفع تصنيفه 90 نقطة، يعني كان 2048 صار حوالي 2140 او 2135. فمثل ما قلت له يعني تصنيفه اعلى من تصنيفه بالواقع. طبعا اللاعب الابيض عم يحاول، هو اللاعب الابيض ايضا لاعب خبير وبيعرف انه هي نهايه تعادل، ولكن يعني عم يحاول انه يعمل شيء، انه يوقع مازن بغلط معين، انه ياخذ هذا الجندي الاسود الوحيد الباقي، انه يكسر القلاع، ولكن اكيد المهمه صعبه. طبعا الان عم يكسر البيدق. طبعا شو راح يلعب مازن بهذا الموقف؟ هلا بتوقع انه الضغط على بيدق اللاعب الابيض المتاخر هذا، طبعا حمل بيدق هي النقله الصحيحه بدل نقله الملك، بتوقع الضغط على البيدق الموجود على الجي 5 راح تؤدي للتعادل ايضا ولو انه ضحى بالبيدق، فيعني بنحللها. طبعا الان كيش بده يرجع، اكيد ما راح يرجع على الجي 8 حتى ما يعطي كيش وياخذ البيدق، راح يكون في مشاكل. فاللاعب
فاللاعب الابيض عم يرجع يكرر الموقف ويحمي البيضه. طبعا رجع بالملك مازن، مثل ما شايفين يعني الوضع ما في اي تطور للاعب ابيض، ولكن عم يحاول، امله الوحيد بالفوز انه عم يحاول انه يعني يخلي اللاعب الاسود يخطأ، عم يحاول يفرض عليه طريقة معينة تكسير القلاع، عم يحاول انه يضغط على البيدق ربما انه ياخده. طبعا ما زال اللعب مثل ما هو، عم نحاول انه نلعب لعب سلبي، يعني لاحظ اللاعب الابيض ما عم يلاقي اي طريقة. فالآن لاعب الأبيض عم يعرض تكسير الرخين، ولكن أكيد مثل ما نعرف تكسير الرخين يعني راح يؤدي إلى كارثة. طبعا عم تظهر الآن بالمقعد الخلفي الأستاذة المدربة السورية الكبيرة ضحى المعلم، وهي من أشهر المدربات بسوريا وبالوطن العربي كله. فالآن خلينا نتابع المباراة. طبعا عم يطلب البيدق، فمضطر اللاعب الابيض انه يرجع يحميه. ضروري انك ما تسمح للملك انه يقترب، ربما يعني يكون وضعك سيء اذا يعني اقترب الملك على البيدق. طبعا كش هلا انك اعطاء الكشات ما في خطر، لانه الملك ما في يقترب اكثر، يعني بده يقترب على العمود اف، اعطاء كش ما راح يقدر يفوت على العمود جي، هاي الفكرة. فالكشات العمودية هون ممكن تكون مفيدة وبتضيع شوية وقت. طبعا الملك ابتعد، فالآن على فكرة ممكن يكون عندنا فكرة القلعة على الـ F2، بعدين القلعة على اللعبة على الـ F5 لحتى نكسر القلعات بهذا الوضع، ممكن يكون تعادل. ولكن صعب صعب، ملكه لسه قريب، فالملك راح يرجع. والان خلاص النقله روك جي 7، هي النقله اللي عم منتظرها مازن من زمان. طبعا خلاص هي النقله اللي اعلنت التعادل، وضعت الملك الاسود بوضع ستيل مات، وبالتالي الان بدنا نكش على طول، ما رح نوقف عن الكش، وممكن نضحي بالقلعه، ما عندنا مشكله. طبعا مثل ما انك شايف الان خلص ما في مجال. طبعا مثل ما شايف مازن فهمان الموقف تماما، فهمان الموقف، كيش تضحية بالقلعة ما عنده مشكلة. والآن كيش طبعا هون فكرة تضحية بالقلعة ممكن تكون تعادل. إذا أكل بالبيدق راح نجيب الملك تحته، إذا أكل بيدق لاعب الأسود راح يكون ستيل مات، ولكن لا، ما لاعب الأبيض ما مضطر إنه يأكل البيدق، فلذلك تكسير القلاع لحد الآن راح يعتبر خسارة. طبعا كش أكيد الآن كش من الـ من الدي 4 أكيد ما في غيره، الكش من أمام الملك راح ياخذ القلعة بالبيدق. الآن أخذ بيدق، ما بهمنا ما بهمنا، نحن عندنا ملك وضع ستيل مات، البيدق ما عاد له ضرورة كش. وطبعا نهاية جميلة جدا مثل ما انك شايف، ولكن الدور تعادل. طبعا اذا كان راح على الاتش راح ناكل البيضة اجباري، راح يصير الوضع تعادل. فنرجع الان على كيش، لا الملك الان طبعا رجع الملك وكيش، خلاص ما راح نتخلى عن الكش، والوضع تعادل سهل. ولاحظ مازن عم يلعب برياحة، يعني حتى بهالموقف خسران بيدق، خسران بيدقين وخلاص، يعني عرفان انه الوضع تعادل، يعني حتى ليك ما غلط اي غلطة. والان خلاص استسلم اللاعب الابيض، يعني استسلم بوضع التعادل. فيعني مباراة جميلة جدا، وفعلا من النهايات اللي استمتعت فيها انا، فان شاء الله تكون عجبتكم، حبيت اشارككم فيها. بالمناسبة الان مازن عم يلعب ببطولة الجمهورية، صار لعب جولتين، فبنتمنى له التوفيق، وبنتمنى انه ما يتوقف عن هذا التقدم. لحد الان التقدم بتصنيفه بأدائه بقدراته ماشي بشكل ممتاز، ما زال متصاعدا، فبنتمنى انه ما يوقف مثل كل اللاعبين اللي سبقوه، كان عندهم موهبة ولكن يعني وصلوا لحد معين وقفوه. بتمنى انه يعني يستمر لحتى نشوف يعني اول جراند ماستر بسوريا. شكرا للمتابعة، نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.